بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم أهلنا الكرام الطيبين في هذا البلد الكريم الطيب. حياكم الله، حفظكم الله إخواننا الكرام والأخوات الكريمات. حياة اف ام ونقابة المهندسين يقومون بحملة فزعة أهل، كلنا أهل، ولذلك ينبغي أن نكون سنداً لإخواننا لإعمار بيوت، وإحنا مقبلين على شتاء، عسى أن يكون إن شاء الله تعالى خيراً صيباً طيباً مباركاً وأمطاره غزيرة حتى تنتعش النفوس، وهذا لكن قد يهدد بعض المنازل. نتعاون، نحن جسم واحد، شعب واحد، ألم واحد، أمل واحد، كونوا معنا في فزعة أهل. بارك الله بكم. ولقد عودنا الأردنيون النخوة والشهامة والاستجابة والكرم والبذل والعطاء، ما أهدناكم إلا كذلك، ما نخوناكم مرة وخذلتمونا، بالعكس كنتم دائما عند الأمل وزيادة. نخوة أهل، كلنا أهل. السلام عليكم، أهلنا في الأردن العزيز ورحمة الله وبركاته. وذلك في يوم بث مفتوح عبر أثير إذاعة حياة اف ام الأربعاء الموافق 26/10/2022 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. فزعة أهل، كلنا أهل.